ايه ده؟ ايه الخبر الغريب ده؟ ايه في ايه يا عادل؟ فتحوا مدرسة لتعليم الساحر الكبير جلجلة الصارم. ويا ترى يا حبيبي بقى المدرسة دي حكومة ولا لغات؟ لا يا خفة، دي مدرسة سحر تجريبي. الله، طب ما انا برضو مش فاهمة يا عادل، ايه كينونة اهتماماتك بالسحر اصلا يعني ومهتم بيه ليه دلوقتي؟ اوعى يا بابا تكون عايز تدخلي المدرسة دي؟ لا يا ياسمين، لازم تخشي المدرسة يا حبيبتي عشان تاخدي دبلومة السحر وتفرحي بابا. على الأقل مش هتقعد على الرصيف مستنية إنها تتوظف. إزاي يعني يا عادل؟ أيوة طبعًا، لأنها ممكن تسحر أي واحد صاحب شغل يشغلها على طول. يا سلام، لا طبعًا، أنا عايزة بنتي تبقى مهندسة أو دكتورة. ما لعلمك هي لو بقت ساحرة وجابت مثلًا مجموع قليل في الثانوية ولا حاجة، ولا يهمها يا ماما، تسحر مكتب التنسيق يدخلها على طول هندسه او طب. بس انا يا بابا رافضه ان انا ابقى ساحره، وانا اصلا كمان ارفض رافضه تماما ان بنتي تبقى مشعوذه وتركب على المكنسات اللي هي المقشات اللي هي دي. مقشات ايه يا حبيبتي؟ احنا دلوقتي في العصر الحديث، يعني اكيد الساحرات دلوقتي بيركبوا المكانس الكهربائيه طبعا. على كده بقى لما اقول لها عيب ولا كلمه كده ولا حاجه ولا ضربتها تسخطني فرشة بلاط؟ يا جماعة انتوا كلكم فاهمين غلط، انا مش بتكلم على ياسمين هي اللي تدرس، انا اللي ادرس السحر ده عشان ابقى زي هاري بوتر كده هو اتشهر واعمل اجزاء. يا نهار ابيض يا عادل، على اخر الزمن عايز تبقى حاوي؟ ايه الفضايح دي؟ حاوي ايه يا ماما؟ ساحر ساحر، ولعلمك اول حاجة هتعلمها ازاي اسخط البني ادمين، واول واحدة اجرب فيها انت يا سناء. لو راجل يعمل كده وريني يا عادل وريني.